UFOR1 Smart Infrared Remote Control بخليك من تليفونك وعبر الانترنت من وين ما تكون تتحكم بأي جهاز كهربائي بيمشي على الانفراريد ريموت كنترول مثل المكيف، التلفزيون، الريسيفر، الساوند سيستم وغيره من القصص. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدوبارة، انا حمزة. بهذا الفيديو بدي احكي بالتفصيل عن جهاز UFOR1. خلينا نبلش. أغلبية ريموت كنترولات يلي عنا مثل ريموت كنترول المكيف والتلفزيون بس نكبس أي زر فيهم بيبعتوا إشارة إنفراريد من رأس الريموت. طبعاً هيدي الإشارة بتختلف بين كل زر أو بين كل نوع ريموت والتاني. من خلال هيدي الإشارة منتحكم بالأجهزة، مندور المكيف، منغير الحرارة أو سرعة المروحة، منوطي صوت التلفزيون وهالأشياء اللي منعرفها بالريموتات. UFOR1 بيبعت نفس هيدي الإشارات الإنفراريد كلها، يا أما عبر نسخ الإشارة أو عبر تحميل ريموت مجهز بكل الإشارات تقريباً الخاصة باسم المنتج موجودة على الأونلاين كلاود سيرفر الخاص بالتطبيق والجهاز. الهدف الأساسي من الـ UFOR1 هو أنه قادر أتحكم بهالأجهزة باستعمال التطبيق من وين ما أكون عبر الإنترنت. مثلاً بقدر دور المكيف أو ثبت له مؤقت ليدور بوقت معين، وأكيد في كتير خيارات وإعدادات تانية للتحكم بقدر استعملها. خليكم معي لأحكي بتفصيل أكتر. بقلب كرتونة الـ UFOR1 خلينا نفتحها. في عنا على الوجه الـ UFO محطوط بكيس للحماية، مثل ما شايفين الديزاين تبعه مبروم، كتير خفيف الجهاز. تحت الـ UFO من قبايد الكرتونة عنا دليل الاستعمال، وعنا أكيد شريط الـ USB يلي منعطي الـ UFO فيه باور. الـ UFO شكله تقريبا مثل البسكويت، الديامتر تبعه 7 سنتيمتر وطوله 2.5 سنتيمتر. ديزاينه ما في زوايا، أطرافه مبرومة برم كله. من فوق على راسه تحت هيدي البلاستيك السوداء في عدة رؤوس انفراريد موزعة بكل الاتجاهات ليغطي كل أطراف الغرفة. من تحت في القاعدة يلي بيثبت عليها، وهيدي القطعة الرمادية المبرومة يلي بس نشيل الحماية عنها منلاحظ انها معمولة من نوع كاوتشوك، بتخلي جهاز يثبت على أي مسطح، يعني ما بيعود يزحط بسهولة. بهيدي التجويفة في عنا هون فتحة الـ USB يلي منعطي الـ UFO باور فيها، وهون في كبسة الريسات السوداء يلي بتسفر ذاكرة الجهاز، وهيدي السكة المجوفة هي ليمرق فيها الشريط بسهولة وترتيب. وزن الجهاز خفيف حوالي 63 جرام، أما إشارة الإنفراريد يلي ببعتها الـ UFO بتتحكم بأي جهاز كهربائي موجود بذات الغرفة أو ما بتبعد مسافته أكتر من 8 متر، وأكيد ما لازم يكون في أي عوائق تحجب الرؤية بين الـ UFO وبين الجهاز يلي بده يتلقى الإشارة. خلينا أشرح كيفية تركيب، تجهيز واستعمال الـ UFO. أول شي لازم يكون عندي على تليفوني تطبيق سمارت لايف. إذا ما كان عندي تطبيق فوت على الأبل ستور أو على الجوجل ستور وبنزل تطبيق اسمه سمارت لايف. تاني شي بدي أحط شريط الـ USB بالـ UFO وأعطيه كهربا ليدور. أول ما يدور في ضوء أزرق صغير على الطرف الأمامي للجهاز هون. إذا ما كان عم يدوي مرتين بالثانية يعني لازم أعمل ريسات تصفر ذاكرة الجهاز. مثل ما مبين قدامي هلا لازم أعمل ريسات. لأعمل ريسات لذاكرة الجهاز بدي أكبس على زر الريسات الأسود يلي موجود بأسفل الجهاز بهيدي الفتحة يلي هون، بكبسه وبضلني كابس عليه مدة 5-8 ثواني تقريبا ليصير الضوء الأزرق عم يضوي بسرعة ضوين بالثانية. هيك بيكون الجهاز صار جاهز للشبك. هلا بدي افتح تطبيق سمارت لايف وبدي اتاكد من انه تليفوني شابك على شبكه الواي فاي المحليه. ومن شاشه التطبيق الرئيسيه فوق على اليمين بكبس على علامه البلس، بتفتح لي هذه الصفحه، صفحه الفئات. بدي اختار فيها فئه اذر تحت على الشمال، وبقلب فئه اذر بيفتح لي الديفايسات يلي بقلبه. بدي اختار يونيفرسال ريموت كنترول اخر صف واول خيار على الشمال. هون التطبيق عم يطلب مني انه اتاكد انه ضوء الـ UFO عم يضوي بسرعه، ونحن تاكدنا من هذا الشيء بالاول. برجع بتأكد من جديد وبكبس على Confirm Indicator Rapidly Blink. بوصل لهذه الصفحة. لازم يبين عندي اسم شبكة الواي فاي يلي شابك تليفوني عليها ويلي بدي اشبك الـ UFO عليها. تحت اسم شبكة الواي فاي بدي اكتب كلمة المرور تبع الشبكة. بس خلص واتأكد من صحة كلمة المرور بكبس على Confirm. هلأ مرحلة الشبك بلشت، وهيدي المرحلة بتاخد حوالي 15 ثانية. بهذا الوقت بيكون التطبيق عم يعطي الـ UFO المعلومات اللازمة للتواصل. بس تتم المرحلة بنجاح بوصل لهيدي الصفحة يلي بتقلي Device added successfully. إذا ما وصلت لهون يعني لازم رست الجهاز وارجع عيد الخطوات واتأكد إذا في شي غلط عم بعمله. هون بدي أعطي اسم للـ UFO لحتى ميزه عن غيره، وبدي اختار الغرفة يلي بده يكون موجود فيها. بعبي المعلومات وبس خلص بكبس على Done. بس اكبس على Done التطبيق بيفتح لي الصفحة الخاصة بهذا الـ UFO. فيي اكبس باك وارجع على الصفحة الرئيسية.
مطرح ما بقدر لاقي الايكون تبع اليو اف او بالاسم يلي عطيته اياه قدامي وبالغرفه تبعه. هلا اليو اف او صار جاهز للاستعمال وصار بقدر زيد الريموت كنترولات يلي بدي اياها. رح زيد اربع انواع ريموت كنترولات مختلفه: ريموت كنترول مكيف، ريموت كنترول تلفزيون، دي اي واي مانيوال ريموت، وكاستم ريموت. خلينا نبلش بالمكيف. الخطوات كتير سهله. اول شي بعمله بكبس على اسم الايكون تبع جهاز اليو اف او يلي خلقته، وبالصفحه الخاصه تبع اليو اف او بكبس على علامه البلس يلي مكتوب تحتها اد ريموت كنترول. بصفحه الفئات هيدي بدي اختار اير كونديشنر، وبهيدي الصفحه بدي فتش على اسم نوع المكيف يلي عندي. بكتب اسمه بالسيرش وبفتش عليه. انا عندي جري، بس لقي بكبس عليه. بيفتح لي عدة ريموت كنترولات للمنتج لجربهم، ببين عددهم، حط كلمة ناكس تحت على اليمين. بكبس على اي زر بقلب الريموت كنترول يلي قدامي بالتطبيق، واذا هذا الزر ما مشي على المكيف بختار ناكس باسفل الشاشة على اليمين ليفتح لي ريموت كنترول جديد وجرب الكبسات يلي بقلبه. برجع من جديد بهذا الريموت كنترول بجرب وبكبس على زر بقلبه لشوف اذا بيمشي مع المكيف يلي عندي. اكيد اذا ما مشي برجع بكبس على ناكست، بس في حال مشي الزر يلي كبسته برجع بجرب زر تاني لاتاكد انه كمان الزر التاني بقلب ذات الريموت كنترول مشي على المكيف يلي عندي. وكمان اذا مشي ساعتها بكبس على كلمه ماتش تحت باسفل الشاشه، وتلقائيا التطبيق بيثبت وبيخلق وبيفتح الريموت كنترول يلي اخترناه. اكيد بقدر استعمل كل هيدي الازرار لابعت اوامر من ريموت كنترول التطبيق لاتحكم بالمكيف. هلا بدي ارجع على صفحه اليو اف او يلي خلقته. بس ارجع على صفحه اليو اف او بلاقي الريموت كنترول كمان يلي خلقته. اذا بدي اغير اسم هذا الريموت كنترول بدي اكبس على علامه القلم يلي موجوده على يمين ايكون الريموت. اذا بكبس على هذا القلم بيفتح لي هذا المربع يلي بقدر غير الاسم بقلبه، وبس خلص وغير الاسم للاسم يلي انا بدي اياه بكبس على سيف. هلا بدي زيد تقريبا بنفس الطريقه وتقريبا نفس الخطوات ريموت كنترول للتلفزيون. كمان بكبس على اد ريموت كنترول وبختار من الفئات تي في. اكيد بفتش على اسم المصنع او اسم المنتج تبع التلفزيون يلي عندي اياه، بس لاقيه بكبس عليه. بدي اجرب عده ريموتات للاقي الريموت يلي عم يمشي مع التلفزيون يلي عندي. بكبس على اي زر بقلب الريموت كنترول بالتطبيق. إذا ما مشي هذا الزر وما بعت أمر للتي في بكبس على ناكست ليخدني على ريموت كنترول تانية لجرب زراره. بس يمشي الزر بقلب أي ريموت كنترول ويبعت أمر بنجاح على التي في بجرب زر تاني لأتأكد 100% إنه هذا ريموت كنترول مطلوب. إذا مش الحال بكبس على ماتش بأسفل الشاشة تحت. بيفتح الريموت يلي خنقناه. بجربه بتأكد من انه كل شيء ماشي تمام، بس خلص برجع على صفحة اليو اف او الاساسية. هلا بدي استعمل الطريقة التالتة اللي هي دي اي واي، دو ات يور سيلف، وهيدي الطريقة بتخليني اخد شكل او اخلق شكل اي ريموت كنترول بدي اياه على الابلكيشن من حيلا تايب موجود، اذا كان تي في، تي في بوكس، فان او دي في دي، واستعمل شكل هيدا الريموت كنترول. الزرار اللي عليه يكونوا بيتحكموني بجهاز تاني كليا مختلف. حورجيكم كيف. برجع على الابلكيشن، فوت بالشاشة الرئيسية تبع الابلكيشن، اذا ما كنت بقلب شاشة اليو اف او بكبس عليه حسب شو بكون مسماه، ومن قلب شاشة اليو اف او او الصفحة الخاصة باليو اف او بكبس على اد ريموت. هالمرة بنزل لتحت على الاخر وبنقي دي اي واي. بصفحة التايب بنقي اي نوع جهاز بدي اخد ريموت كنترول تبعه. مثلا انا اللي حاعمله حاخد ريموت كنترول تي في، بس حخليه يكون ريموت كنترول الريسيفر، فحاكبس على تي في. من قلب تي في بنقي اي براند، حنقي سامسونج بالمبدا، بكبس على سامسونج. بيفتح لي هذا الريموت ورسالة بتقول كبوس كبسة طويلة على الزر المطلوب يلي بدك اياه يتعلم الإشارة. هذا الريموت كنترول الزرار اللي عليه ما في عليهم إشارات، فاضيين، فنحن بدنا نعلمهم هلأ كل زر بدنا نعلمه الإشارة اللي بدنا اياها. رح جيب ريموت كنترول الريسيفر يلي عندي لأنسخ الإشارات تبعه على الريموت كنترول يلي بالأبليكيشن. أول زر حيكون هو الباور يلي بدور وبيطفي الريسيفر. ببلش من التطبيق، بالتطبيق بكبس على زر الباور يلي هون وبضلني كابس شي ثانيتين لتطلع لي هيدي الرسالة يلي بتطلب مني انه القط ريموت كنترول الريسيفر ووجهه على اليو اف او. خلي الراس تبعه يكون موجه على اليو اف او واكبس بريموت كنترول الريسيفر على كبسة الباور. اول ما اكبس على هيدي الكبسة اليو اف او بيقرأ الاشارة وبينسخها وبيفتح لي هيدا المربع يلي بيقول لي IR signal are detected، وبيطلب مني انه اعطي اسم لهيدا الزر. بعطي للزر اسم وبرجع بكرر نفس الطريقة على كل زر بدي انسخ الاشارة تبعه او كل زر انا حابب استعمله من الابليكيشن. يعني مثلا مثل الزرار الاساسية الفوليوم اب، فوليوم داون، next channel، previous channel، والميوت. بس خلص وانسخ كل الاشارات يلي بدي اياها بكبس اخر شي على دان فوق على يمين الشاشة. بقدر استعمل هيدي الطريقة على أي ريموت كنترول انفراريد ما لقيت البراند نيم تبعه بالكلاود سيرفر، ما عدا ريموت كنترول المكيف، لأنه الإشارة يلي بيبعتها ريموت كنترول المكيف بتختلف عن كل إشارات الأجهزة التانية.
اخر طريقه بدي احكي عنها هي الكاستم تايب. الكاستم تايب بتخليني اخلق ريموت كنترول فاضي ما في ولا زر، انا بزيد قد ما بدي زرار بقلبه وبعلم كل زر الاشاره اللي بدي اياها. يعني في اعمل ريموت كنترول من زر واحد او في اعمل ريموت كنترول من 20 زر، وفي اعلم كل زر الاشاره اللي بدي اياها. يعني بقدر اخلق ريموت كنترول يخليني اتحكم بالتلفزيون وبالريسيفر وبالساوند سيستم وبالدي في دي، كل زر بيتحكم بجهاز من هالاجهزه. اول شيء برجع على صفحه اليو اف او اكيد، او بكبس كمان على اد ريموت كنترول نفس الخطوات، بختار كمان اخر شيء دي اي واي، بس هالمره بفئه الدي اي واي بالفئات يلي بقلب الدي اي واي، بعمل سكرول داون على الاخر لاوصل وشوف كاستم تايب. بكبس على كاستم تايب، اول صفحه هي معلومات استعمال للمسافه يلي خاصه قديش لازم يكون الريموت كنترول بعيد عن اليو اف او لتوصل الاشاره منيحه. بكبس على نيكست. هلا بهذه الصفحة قبل ما اكبس على نكست فيها بدي القط ريموت كنترول الريسيفر بايدي ووجه له راسه على اليو اف او، صوب اليو اف او، وبحط ايدي على الزر يلي بدي اكبس عليه. مثلا بهالحالة انا بدي انسخ زر الباور. قبل ما اكبس على الزر يلي بايدي بالريموت كنترول بروح على الابلكيشن وبكبس على كلمة نكست. بيطلب مني انه القط الريموت كنترول يلي بدي اياه ووجهه على اليو اف او واكبس على الزر يلي بدي انسخه. اول ما اكبس على زر الباور اليو اف او بينسخ الإشارة وبيبعت لي على الابليكيشن مسج بتقلي IR signals are detected. بعطي اسم لهيدي الإشارة يلي نسختها وبكبس على سيف. بتردني على صفحة الريموت كنترول. إذا بدي كفي وزيد زرار زيادة بكبس على continue DIY وبعمل نفس الطريقة يلي عملتها على أي زر تاني حابب انسخه، إذا كان بنفس الريموت كنترول أو إذا كان بغير ريموت كنترول. وإذا خلصت بكبس على سيف، تفتح لي صفحة الريموت كنترول أو الريموت كنترول مثل ما هو. لا اقدر اتحكم فيه واقدر كبس اي زر بدي اياه له. هلا اذا بدي اعدل باي زر او اذا بدي زيد اي زر جديد بقدر اعمل هذا الشيء باي لحظه بدي اياه. بكبس بس على ادت فوق على يمين الريموت كنترول او صفحه الريموت كنترول بالابلكيشن وبكبس على يا اما دي اي واي يا اما ادت دي ليرن بوتن، يعني هون لاعمل ادت للزرار اللي اوريدي موجوده او دي اي واي لارجع زيد زرار جديد. بالمبدا هيك كانت المعلومات الاساسيه عن كيف زيد الديفايس واعمل ريموت كنترول. هلا بدي احكي عنه السيتنجز والفيتشرز او الاوبشنز يلي عنا اياهم. هبلش اول شيء من صفحه اليو اف او. اذا منفوت على صفحه اليو اف او بالصفحه الخاصه للانفراريد يو اف او المطلوب فوق على اليمين في قلم، اذا بكبس عليه بتفتح لي صفحه الديفايس ديتيلز او مثل ما بنعرفها نحن السيتنجز. اول شيء بصفحه السيتنجز عندي الديفايس نيم، مطرح ما بقدر غير اسم هذا الجهاز يلي خلقه او هلا عم بشتغل فيه. برجع عندي الديفايس لوكيشن، هون بقدر غير الغرفة اللي حاطت فيها هذا الجهاز. Check device network مثل ما بتقول بتعمل بالضبط لفحص جودة الاتصال بشبكة الواي فاي ولتشوف إذا في أي مشاكل. Third party control هي بتورجينا شو الأجهزة المتوافقة مع الـ UFO مثل أمازون أليكسا والجوجل هوم يلي من خلالهم بقدر أتحكم بأي ريموت كنترول خالقه عبر الأوامر الصوتية. بيرجع عندي شير ديفايس وهي رح أحكي عنها بفيديو مفصل أكتر، بس بالمبدأ هي بتخلينا نشارك التحكم بهذا الجهاز بالذات، يعني بهذا الجهاز اللي نحن بقلبه بالذات مع أي شخص معين عبر استعمال الأكاونت آي دي تبعه أكيد. بيرجع عنا الديفايس انفورميشن يلي هي معلومات تقنية عن اليو اف او. فيدباك هي للمساعدة التقنية يلي فينا كمان نبعت منها او نسجل اي عطل او اي مشكلة او حتى اي اقتراح. Check firmware هي لتحديث برنامج اليو اف او. واخيرا delete device لمحي هيدا الجهاز. برجع على صفحة اليو اف او. اذا بدي محي اي ريموت كنترول كل يلي لازم اعمله هو انه اكبس كبسة طويلة على الريموت كنترول يلي بدي امحيه، بتطلع لي رسالة لتأكيد المحي، بكبس على confirm وبس بهيدي البساطة بيكون محي. هلا عادة بس نخلق ريموت ما بيبين عنا بأي غرفة محطوط أو ما بيبين عنا بالغرفة اللي موجود فيها الـ UFO، بيبين عنا بصفحة الـ All Devices. حتى نخليه يصير يبين بغرفة معينة بدي اكبس على اسم المكان فوق أو اللوكيشن يلي موجود على الشمال، بحالتي أنا مبين عندي اسمه هوم، بس اكبس عليه بنقي Family Management، كمان بنقي اسم المطرح من جديد اللي هو البيت او اي بيت تاني حسب شو بكون عطيه اسم اذا كان عندي عدة بيوت بقلب الابليكيشن. المهم بنقي البيت يلي بدي اياه، برجع بكبس على روم مانجمنت، بنقي الغرفة يلي بدي احط فيها الريموت، وبقلب الغرفة بفتش على اسم الريموت تحت اد ديفايسز. بس لاقي الريموت يلي بدي اياه بكبس على علامة البلاس الخضراء يلي حدو، واخر شي بكبس على سيف وبرجع على الشاشة الرئيسية. مؤقتات او تايمرز، بس بدي ثبت مؤقت. تثبيت المؤقت بالريموت كنترول بيختلف شوي عن بقية الاجهزة الذكية اللي بتشتغل على ابليكيشن سمارت لايت. المهم باسفل الشاشة بكبس بالنص على سمارت، برجع بكبس فوق حد سيناريو بكبس على اوتوميشن،
بقلب اوتوميشن بكبس على البلس يلي على اليمين بالزاوية، بعطي اسم لهذا الاوتوميشن اللي عم بعمله او المؤقت اللي عم بعمله، عبر الكبس على edit name وبس خلص بكبس على save لسيف الاسم. برجع هون بكبس على add condition وبنقي schedule، وبقلب repeated بهذا الجزء من الشاشة بقلب repeated بختار اذا بدي هذا الشيء يصير مرة واحدة او يرجع ينعاد بايام معينة انا بنقيها اكيد. بعد ما نقي الايام اللي بدي اياها برجع على الشاشة تبع المؤقت وتحت بدي اختار الوقت اللي بدي يصير فيه هيدا الاكشن او هيدا الشيء اللي عم حط له مؤقت، بحط الوقت اللي بدي اياه وبرجع بكبس على next. هون هالمرة بدي اكبس على add action، وبقلب add action بختار device وبفتش على اسم الريموت حسب شو الاسم يلي اعطيته اياه انا، بكبس عليه بس يفتح الريموت بكبس على الامر يلي بدي اياه يصير بالوقت يلي انا حددته. اذا كان التايمر لريموت كنترول اي سي بحط الحالة يلي بدي اياه يدور فيها الاي سي، يعني بنقي الحرارة بنقي المود بنقي سرعة المروحة وبس خلص بكبس على next فوق بردنا على الشاشة الرئيسية. في حال كان ريموت كنترول تلفزيون او ريموت كنترول تاني بس اول ما اكبس على الزر يلي بدي اياه يصير لحالة كان بتردنا على الشاشة الرئيسية. اذا بكبس على effective period بقدر حط شروط لأي اوقات واي ايام بدي هيدا المؤقت يشتغل، بس خلص بكبس على next واكيد هلا بكبس على save. برجع على صفحة الأوتوميشن، من قلب صفحة الأوتوميشن إذا بدي وقف ومشي أي أوتوميشن أنا خلقته مثل هذا المؤقت بقدر أكبس على التاجل يلي على شماله بيطفي، وإذا برجع بكبسها بيرجع بيدور. مفروض بعدين بالتحديثات الأبديتس يلي حتصير على الأبليكيشن رح يتم إضافة مؤقت بقلب صفحة الريموت كنترول دغري مثل كل الأجهزة الذكية الباقية يلي منضيفها. مثل ما ذكرت سابقاً إنه الإنفراريد UFO كومباتيبل وبتشتغل مع أمازون أليكسا وجوجل هوم أسيستنت، يعني بقدر أتحكم بأغلب الريموت كنترولات يلي بخلقهم عبر الأوامر الصوتية، وأكيد تتفاعل مع جميع الحساسات بقلب أبليكيشن سمارت لايف وكمان كومباتيبل مع تطبيق FTTT. أكيد في أشياء كتير لازم نحكي عنه بس ما فينا نحكي عنهم كلهم بفيديو واحد، حيكون في فيديوهات تانية كتير حتحكي عن الـ FTTT، عن Smart Life Application، الفيتشرز الأوبشنز اللي بقلبها، شو ممكن إشياء نقدر نعملها مع هول الأبليكيشن، حتى عن جوجل هوم وأمازون أليكسا والإشياء اللي بنقدر من خلالها نعملها بالسمارت ديفايسز اللي عم نستعملهم. بس لهون بيكون خلص هذا الفيديو، خليكن عم تتابعونا لتعرفوا بأي جديد لنا وأي فيديو جديد لنا، وإذا ما اشتركتوا بالشانل تبعنا بليز اشتركوا فيها وفقسوا على الجرس مشان يوصلكن نوتيفيكيشن بأي فيديو جديد بينزل لنا. وإذا عندكم أي سؤال اقتراح أو تعليق ما تترددوا تتركونا إياه بالكومنت سكشن تحت، وإذا عجبكم الفيديو لقيتوه كان مفيد بتمنى أنه تعطونا لايك وتشاركوا. شكرا على المشاهدة، سلام.